ديك السيده اللي صيفطات لي الفلوس وقالت لي نفرقهم النساء المحتاجات، بغيت غير نقول لك بعدا اولا بارك الله فيك، الله يجازيك بخير على هذا الشيء، والله شاهد، اللهم اشف اشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد بان راه فرقت يعني فلوس كاملين بقات منها 100 درهم. دابا راه غادي هاني غنشوف هنا شي امراه اللي محتاجه وما كنبغيش نصور، راه ما كنصورش الناس اللي كنعطيهم، وغنعطيها هاد 100 درهم اللي باقيه. دونك الله يجازيك بخير، شكرا لهاد الناس، والله يعني يجعلهم في ميزان المقبول. هادشي بغيت نقول، هالاذان. السلام عليكم. وبغيت غير نقول لك بان راه واخا قلت لي النساء سمحي لي، راه شفت واحد السيد معوق يعني، راه شفتو حاله حاله يعني، راه ماشي امراه، وديك 100 درهم راه عطيت لها ذاك السيد. المهم هادشي بغيت نقول لك، السلام عليكم وبارك الله فيك. الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسين.